انا اعتقد انه ضخ كميه من الاموال من شركه زي دي في الرعايه دي الحياه اللي بوجود الفكر وبوجود الرؤيه وبوجود الامكانيات الذهنيه الرياضيه للادارات وللاستجلابات اللي بيخلي الامور تمشي يعني بكل ثقه وبكل قوه. الدوري المره دي حنشهده اقوى واقوى لانه لو شفنا احنا وتابعنا التسجيلات في الانديه يعني ما كان في نادي بيفرق من نادي في ضريبه التسجيلات، تسجيلات عاليه جدا جدا، حتى الانديه الجايه من الدوري الدرجه الاولى سجلت تسجيلات عاليه، في اعداد كبير، في اعداد واضح للدوري. بدايه الدوري زي ما بقولوا باحتفاليه زي دي فيها رعايه عاليه، انا اعتقد انه دي دفعه ذاتها للانديه، دفعه للجماهير السعوديه، دفعه للرياضه السعوديه. انا اعتقد المره دي برضه حنواصل المتعه وان شاء الله من بكره كلنا نرجع للويكند مع الدوري السعودي ونكون في غايه الانتظار. النصراوي زينا ينتظر النصر والهلالاوي ينتظر الزعيم والاتحاد ينتظر العميد والشباب ينتظر الليث والاهلي ينتظر الليله اعتقد اعتقد الليله لا والله بالعكس اعتقد الاهلي بالمناسبه الملكي انا ما زلت اكرر انا بالمناسبه احترم النادي ده جدا نادي كبير نادي بطولات نادي ادارته واضحه هي اللي من بدايه الدوري هي عملت المشاكل واصرت على المشاكل دي ويعني للاسف الشديد يعني دفعت ثمن نادي باقامه الاهلي لكن حتى في الدوري اللي هو نزل له هو حيدي بالمناسبه طعم للدوري كبير جدا اكيد سلط الاضواء يعني انا اقول لك يمكن انديه اللولا دي كلها حتستفيد من الاهلي تمام.